الله الرحمن الرحيم. إذا متابعينا مستمعينا كرام، سلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وأسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات. لازالت انطلاقاتنا متواصلة في هذا الصباح، شوط يليه الآخر من أشواط الخير والبركة، وترحبنا بكم يتجدد مع بداية وانطلاقة شوطنا 18 لفئة القعدان، ومع تحديات سن اللقاية من مسافة 4 كيلومتر ضمن تحديات وانطلاقات السباق الثاني من سباقات موسم الطائف لعام 2024. نذهب ونسير إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول. عز الجيش يحتل المركز الأول لمحمد بن ناصر بن سعيد بن مشيط المري مع المركز الأول. المركز الثاني ربدان، شعار محمد بن سلطان بن محمد بالويمل العامري قادم مع انطلاقة ربدان. والمركز الثالث، المركز الثالث القدوم والوصول من مرعب هو القادم في هذه اللحظات، حمد بن علي بن سلام الهاجري يحتل المركز الثالث. والمركز الرابع، المركز الرابع القادم في هذه اللحظات، شعار عايض بن رفعان بن عايض القحطاني مع انطلاقة الحسام هو القادم مع المركز الرابع. والمركز الخامس حضر في هذه اللحظات جميل بشعار، أو هذا مبلش أو معزز، بشعار جابر بن ناصر بن محمد بن ثاقبة هو القادم مع انطلاقة معزز بالمركز الخامس. والمركز السادس القادم متعب لعايض بن رفعان بن عايض القحطاني، والقادم في هذه اللحظات هنا الوصول من الفايز لنواف بن محمد بن علي بن جابر بوساق هو القادم مع انطلاقة الفايز. والوصول والقدوم في هذه اللحظات من منادي بشعر مبارك بن جريد بن سلطان السبيعي هو القادم في هذه اللحظات. شعار السبيعي من يقدم لنا منادي وانطلاقته في هذا المسار بالمركز الثامن وتاسع المراكز. حضر شعار بالضبيعة مع انطلاقة وضاح سالم بن راشد بن عبد الله بالضبيعة الكتبي قادم بكل قوة. المركز العاشر عميد بن عايد بن صياح بن غنيم المرواني الإجهني مع انطلاقة صايل بالمركز العاشر. إذا متابعينا الكرام نكتفي بهذا النداء للمراكز العشر المتقدمة، ولنا عودة إلى المركز الأول إلى صدارة الشوط ومقدمة هذا الشوط. من يتقدم ويندفع بالمركز الأول وبالصدارة في هذه اللحظات؟ مرعب مع المركز الأول، حمد بن علي بن سلامة الهاجري يتقدم بالمركز الأول، يندفع بالصدارة، يتقدم شعار المحنك ليقدم لنا مرعب مع المركز الأول ومع صدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني حضر في هذه اللحظات، الفايز هو القادم، وصل الفايز بشعار نواف بن محمد بن علي بن جابر بوساق هو القادم بالمركز الثاني. منادي يحتل المركز الثالث، مبارك بن جريد بن سلطان السبيعي هو القادم بالمركز الثالث، وشعار الزبداري هو القادم بالمركز الرابع. وصل معزز في هذه اللحظات، جابر بن ناصر بن محمد بن ثاقبة هو القادم بانطلاقة معزز بالمركز الرابع. والمركز الخامس الوصول والقدوم في هذه اللحظات من شعارك يا ابو راشد، شعار بالضبيعة هو القادم، سالم بن راشد بن عبد الله بالضبيعة الاكتبي قدم بانطلاقته وضاح مع المركز الخامس. ولكن العودة الى مقدمة الشوط الى شعار المحنك، من يتقدم وينطلق بالمركز الاول يقدم لنا مرعب، وانطلاقته مرعب مع المركز الاول. حمد بن علي بن سلام الهاجري هو المتقدم بالمركز الاول المندفع بصدارة هذا الشوط. الفايز يحتل المركز الثاني، شعار نواف بن محمد بن علي بن جابر بوساق، ولكن وضاح هو القادم، شعار بالضبيعة هو القادم، شعارك يا ابو غنيم هو القادم، سالم بن راشد بالضبيعة الاكتبي يصل في هذه اللحظة شعار بالضبيعة، ومعزز مع المركز الثالث والقادم بكل قوة. شعار علي بن بخيت بن محمد بن خويتم المنهالي مع محذر يصل في هذه اللحظات
وايضا الوصول والقدوم شعار بن منانة مع انطلاقه عز. ولكن نعود الى مقدمه الشوط، الكيلو متر الاخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير، يا سلام. والضاح مع المركز الاول، والضاح مع صداره هذا الشوط، سالم بن راشد بن عبد الله بالضبيعه، نكتبي هو المتقدم بالمركز الاول، شعار بالضبيعه يحتل المركز الاول، يتقدم في امتار الحسم لينطلق بالمركز الاول بهذا الشعار الذي اعتاد على الانتصارات، اعتاد على البطولات، يتقدم شعار بالضبيعه، قادم من دانة الدنيا دبي، قادم من الميدان الذكي من المرموم، يا سلام. والضاح مع المركز الاول، روح يا ابو غنيم روح، اخر الامتار، اخر الامتار، مرعب مرعب مرعب، يصل مرعب بشعار المحنك مع المركز الثاني، حمد بن علي بن سلام الهاجري يحتل المركز الثاني، انحصرت المنافسة ما بين وضاح وما بين مرعب لمن النوماسي والانتصار، المعركة الثنائية النهائية ما بين هذه الشعارات، يا سلام يا سلام. وضاح مع المركز الأول بلا أوامر بلا تعليمات، عروض تلقائية بالأمتار النهائية، سالم بن راشد بالضبيعة، الاكتبي هو المتقدم بالمركز الأول، ولكن مرعب مرعب مرعب، شعار المحنك ما شاء الله تبارك الله، تهانينا والنماس لحمد بن علي بن سلام الهاجري، والله ما هو غريب علي، هذا صاحب الرمز في العام الماضي في هذا الميدان، رمز اللقاية، تهانينا يا المحنك على اقتناء هذه النوعيات المتميزة، تهانينا لحمد بن علي بن سلامة الهاجري على انتصار هذا البطل، يعيد من جديد، تهانينا والف مبروك المركز الثاني، حضر شعار بالضبيعة مع وضاح، تهانينا يا بالضبيعة من احتل المركز الثاني، سالم بن راشد بن عبد الله بالضبيعة لكتبي المركز الثالث. المركز الثالث كان الوصول من قبل طويق بشعار سليمان بن سلامة بسليمان الفايدي لجاني من احتل المركز الثالث. والمركز الرابع كان الوصول في هذه اللحظات من شعار علي بن مخيت بن محمد بن خويتم المنهالي. وفي المركز الخامس شعار محمد بن وليد بن حاتم العواجي العنزي من قدم لنا حبيب بالمركز الخامس. نعود بالتهاني والتبريكات لمالكي مرعب على هذا الفوز وعلى هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، تهانينا والف مبروك لحمد بن علي بن سلام الهاجري على فوز مرعب بالمركز الاول في هذا الشوط، تهانينا والف مبروك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. التوقيت الزمني توقيت مرعب صاحب المركز الاول في هذا الشوط 6:30 و86 جزء من الثانية توقيت مرعب، تهانينا لحمد بن علي بن سلام الهاجري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني كان الوصول في هذه اللحظات من قبل وضاح لسالم بن راشد بن عبد الله بالضبيعه الكتبي. والمركز الثالث كان الوصول في هذه اللحظات من شعار علي بن بخيت بن محمد بن خويتم المنهالي من احتل المركز الثالث مع محذر. وفي المركز الرابع كان الوصول من قبل طويق سليمان بسلامه بسليمان الفايدي الجهني. والمركز الخامس كان الوصول في هذه اللحظات من حبيب محمد بن وليد بن حاتم العواجي.